انا راه الا تفرج فيها اي واحد يستافد من عندي راه عندي مزيان. انا ما تيهمنيش انا نربح من اليوتيوب، انا راه كون كان تيهمني نربح من اليوتيوب ما غاديش ندير تربية الطيور وما غاديش ندير الهواية ديالي في اليوتيوب. عندي عطا الله ما يدار في اليوتيوب تصور من على الفلوس، ولكن السلام عليكم خوتي خواتاتي، مرحبا بكم في نهار سنتو اليوم. غادي نهضر لكم على واحد الخطأ ممكن انك توقع فيه انت. زعما عندك الكوره كثار، انت ديال القناه كثار، والكره ديال القناه كثار، ولا نفس العادي. الخطا الاول هو انك ممكن انك تبغي تتزوج هاد اللون مع هاد اللون، جمعتيهم وما بغاوش يتزوجوا. علاش؟ حيت هي تتسمع هذيك النتيوه، تتسمع الذكره الاخرى، يعني ان هي بغات واحد تذكر واحد اخر، وانت عطيتي واحد تذكر واحد اخر، يعني مكايناش تفاهم بيناتهم. الحاجه الثانيه هي ان انت باقا ما واجداش الحزن تاعها مع الذكر، وتتسناهم يتزوجوا ما غاديش يتزوجوا. الحاجه الثالثه العكس، ان الذكر باقي ما واجدش وانت واجده، تا هما ما غاديش يتزوجوا لك. خصك تختار انت تكون واجده، الا كانت انت واجده المشكل ماشي في الذكر، ذكرت غير وجد سيمانه توجد الذكر. اما الا كانت انت ما واجداش هي خاصها الوقت، انت تخصها الوقت. اما الذكر راه ساهل حالو، هو تنهضر على الغياب اللي كاين. كنت كنت مريض اخوتي، راه كما تسمعوا في الصوت ديالي كنت مريض، او عين هاد العين هادي كانت تضرني، ايوا هادشي اللي كانوا الاخوان. نسال الله التوفيق للجميع، او ديما ندير لكم سلسله خفيف ظريف، تنكملوا هاد السلسله اللي وعدتكم بها، وان شاء الله يكون خير. تحياتي لكم الاخوان، وراه بلي راه مات ليا نسال الله ان يعوضنا بما فيه خير. يلا جماعه العش، وتنتسنى لنا تبيض القتامات. ايوا هذا هو اللي كاين. الى مكتبه لك شي حاجه راه مكتبه غتشوفها، الى ما مكتبهش لك راه ما غاديش تشوفها. ايوا الشريك الاخوان، نتمنى انكم تكونوا كاملين بخير وترجعكم بصحه جيده، ونتمنى انني نشوف الفريخات ديال هذا، حيت هذا راس زوينه. شي حاجه ان شاء الله غنشوفو معايا كامل داكشي، وهذا العام ان شاء الله راه غادي ندرس لكم فريخات القمر. تعيط لها وجه عندك ان شاء الله باذن الله الى كتاب العمر، وتوفقنا في هذا الشيء، وكنتمنى الوقت وان شاء الله باذن الله. اللهم يسر الاخوان يسمحوا لنا على الغياب. بالتفاعل ديالكم الاخوان راه غادي نستمروا. الناس عرفتي انا راه الا تفرج فيا اي واحد يستافد من عندي راه عندي مزيان. انا ما تيهمنيش انا نربح من اليوتيوب، انا راه كون كان تيهمني نربح من اليوتيوب ما غاديش ندير تربية الطيور، وما غاديش ندير الهوايه ديالي في اليوتيوب. عندي عطا الله ما يدار في اليوتيوب تصور من على الفلوس، ولكن انا داير هاد الهوايه باش نوصلها للناس اللي يلاه بغاو يبداو الهوايه وتيسولوني اللهم ندير لهم فيديوهات يتفرجوا فيا. هادشي اللي كان الاخوه، ودابا تنتلاقى مع الناس وتي السلام السلام، اماكن اماكن. هادشي اللي كان الاخوان، والسلام عليكم.